فرح نتكلكم عيونكم وعندكم فاونديشن هايدريشن كل مطلوب منكم a beautiful complexion and you have 5 minutes maximum. أكيد بقدر أعمل التشالنج. I'm ready صراحة. Go. أول شيء بس سمعت 5 دقايق نقصت شوي ما كنت بعرف إذا رح أقدر أخلص ب5 دقايق يمكن استصعبت شوي إنه قدي حيكون في عندي كمية أقدر استعملها على كل الوجه الهدف من التشالنج كان لشوف إذا هالستودنتس حافظين كل المعلومات اللي أخدوها بالأكاديمي ما فيك تستعملي غير شيء لا مش قصدي ماي واي أو ذا هاي واي 30 ثانية I swear to God 25 brushes down ready لتشوف الكوارث بس تخبر ميل. I'm gonna be very fair. I'm sorry. فرق بينك وبينه. الشيء الغلط اللي عملته حسيت إنه طولت بميلي أكتر من الثانية. الريزولت كان منيح. يمكن كان لازم يكون في بلندنج أكتر. الفينجرز هي أهم تول بالميك أب. ما حدا قدر يستخدمها. عبد الله شطح كتير بالكونتورينج. إيفيتا for a blindfolded حدا عم بيشتغل ميك أب. It was beautiful. خلينا نشوف هلا بالشالنج الثاني شو حيطلع من أمره. Stay tuned.